الرد الإيراني على اغتيال هنية، اغتيال نتنياهو، وضربات بالمقاتلات الحربية. خمس خيارات تمتلكها إيران للرد على استهداف إسماعيل هنية، ما القصة؟ أثار استشهاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران دعوات للرد والانتقام على أعلى مستويات قيادة النظام الإيراني، ويعتبر المسؤولون الإيرانيون إسرائيل مسؤولة عن هذا الهجوم. وتناولت مجلة نيوزويك في تقرير لها خمسة خيارات تمتلكها إيران في هذا الصدد. وبينما يدرس النظام الإيراني نطاق وحجم خططه للانتقام لمقتل هنية، قال أمير حسين وزيريان المحلل المقيم في طهران لمجلة نيوزويك إن إيران لديها خمسة خيارات للرد على الهجوم. ووفقا لهذا التقرير، فإن الخيار الأول يتطلب ما يسميه وزيريان العمليات المباشرة على غرار الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على النظام الصهيوني في أبريل نيسان 2024. في هذا الوقت تم تنفيذ عملية تعرف باسم الوعد الصادق ضد الكيان الصهيوني، والتي صدرت الأوامر بها ردا على مقتل مسؤولي فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في هجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق. أما الخيار الثاني الذي وصفه وزيريان بأنه عملية غير مباشرة، هو استخدام القوات الوكيلة وخاصة حزب الله والحوثيين، وقد نفذت هاتان المجموعتان بدعم من إيران هجمات منتظمة ضد دولة الاحتلال في الأشهر الأخيرة. الخيار الثالث الذي وصفه وزيريان هو عملية مشتركة تتضمن هجوما مباشرا على إسرائيل من قبل إيران وهجمات متزامنة من قبل جماعات المقاومة. وأشار إلى أن أحد العوامل الأكثر حسما في تحديد مستوى رد إيران هو اتضاح الأساليب التي استخدمتها إسرائيل أو دولة الاحتلال في اغتيال هنية. وقال إنه إذا تم تنفيذ اغتيال هنية عن بعد أو باستخدام جهاز مثل المروحية الرباعية المسيرة، فإن إيران قد تقرر الرد بشكل غير مباشر. وعن الخيار الرابع، إنه يمكن أن يكون عملية اغتيال دقيقة لشخصيات صهيونية بارزة، من الممكن أن تكون وزير الدفاع أو حتى رئيس الوزراء نتنياهو، لكنها تحتاج إلى أشهر لتنفيذها بشكل ناجح وفق ما قاله وزيريان. وبالنسبة للخيار الخامس، قال إنه يمكن أن يكون هجوما إلكترونيا واسع النطاق يتسبب بشلل كامل في كافة مناحي الحياة في دولة الاحتلال، قد يكون وفق وزيريان مصحوبا بهجوم جوي مباغت واسع النطاق للأهداف والقواعد العسكرية الحيوية في الكيان الصهيوني. ويرى بعض المحللين أن الرد الإيراني يمكن أن يكون رمزيا ومشابها للردود السابقة حتى لا يتسبب في جر إيران إلى حرب إقليمية واسعة النطاق. فكيف سيكون الرد الإيراني برأيكم؟ أم أن كل ما يجري هو مجرد تضخيم إعلامي؟